مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. بدايه اسبوع جديد، اهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعوا حلقه النهارده. واسمحوا لنا قبل اي كلام في الكوره وقبل اي كلام في الرياضه، خليني بس اتوجه بالعزاء للشعب المصري كله. النهارده الحقيقه فقدنا قيمه وقامه كبيره جدا، الكاتب والسيناريست راحل وحيد حامد. الحقيقه يمكن اسم وحيد حامد علامه مسجله اكبر بكتير جدا من انا اقول عليه كاتب مهم او سيناريست من اهم السيناريستات اللي اشتغلوا في المجال الفني، ولكن الحقيقه كان صاحب رؤيه وكان مدرك تماما حجم المسؤوليه بحكم الموهبه الكبيره جدا اللي كان بيتمتع بيها، وبحكم كمان قدرته على المعايشه والقدره على الغوص في ادق التفاصيل والقدرة على الإحساس بمصر وبالمصريين. أعمال كتيرة جدا هتخلد تاريخ وذكرى وحيد حامد، رحل والبركة في من يأتي بعده. لكن إزاي ومهم جدا وإحنا بنودع وحيد حامد نفهم قد إيه إنه في مسؤولية كبيرة جدا ملقاة على عاتق الأسماء اللي جاية من بعده. والحقيقة يمكن وحيد من أكتر الحاجات طبعا الله يرحمه اللي كان بيتمتع بيها هي القدرة والنبوغ في التأثير والتحليل ورؤية المشهد، وأن يكون سابق عصره بسنين طويلة جدا، لدرجة أنه معظم أعماله الفنية لما بتتعرض وتيجي تشوفها بعدها بسنين كتيرة جدا بتشوف أنه كان شايف اللي ما فيش حد كان شايفه. خالص العزاء طبعا لأسرة الراحل وحيد حامد، ومرة تانية بكرر العزاء لكل الشعب المصري. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم، وطبعا يعني ربنا يرحم طبعا نجمنا الكبير أستاذ وحيد حامد اللي فعلا اتربينا على أفلامه، وكمان نحب نعزي لاعب الزمالك الحالي كابتن حازم إمام في وفاة والدته. ربنا يا رب يرحمها ويصبره ويصبر أهلها جميعا وفي الجنة بإذن الله. في كلام كتير النهاردة طبعا في حلقتنا على مدار الحلقة على المباراة امبارح، مباراة وادي دجلة، على طبعا التجهيزات والاستعدادات لمباراة سوني داب اللي هتكون يوم الثلاث ان شاء الله، وكمان عن استعدادات او معسكر منتخب اليد، خلاص بطوله كاس العالم لكره اليد اللي هتكون في مصر قربت جدا، وباذن الله بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا. خليني كمان افكر حضراتكم بسؤال الحلقه على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا البيجز او صفحات قناه الاهلي، مين افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظر حضراتكم في مباراه وادي دجله؟ طبعا هيكون النهارده الاعلان عن مباراه الاتحاد اللي فاتت افضل ثلاث لعيبه، وكمان الاعلان على افضل لاعب خلال شهر ديسمبر بعد تجميع الاصوات. زي ما قلنا لحضراتكم هيكون في لاعب كل شهر هو اللي واخد اعلى عدد من النقاط، وهو ده اللي هيكون افضل لاعب بالنسبه لشهر ديسمبر. كلام كتير على ماتش امبارح، والاهم ويمكن اكتر من مراره خساره نقطتين في مشوار المنافسه على بطوله الدوري، يمكن كان علامات استفهام كتيره جدا، خصوصا انه الشهر ده عندنا مناسبتين مهمين جدا. المناسبه الاولى هي سوبر افريقيا، والمناسبه الثانيه طبعا هي كاس العالم للانديه، والاثنين لا يقلوا اهميه عن بعض. الحقيقه هنتكلم مع حضراتكم على مدار الحلقه بالتفصيل ونفهم، لان الحقيقه كان في كتير من الدروس المستفاده في ماتش امبارح، وهنتكلم كمان على مواجهات الاهلي اللي جايه. نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة ومجموعة من أهم الأخبار والعناوين. الأهلي راح اليوم ومسحة طبية غدا استعدادا لمواجهة سوني داب. مسؤول الأهلي يبدأون إجراءات قيد ولتر بواليا باتحاد الكرة. الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمواجهة سوني داب. تعديلات في جدول الدوري بسبب مونديال كرة اليد. إلغاء عقوبة خصم النقاط في حال تأخر أندية الدوري في سداد الغرامات. انطلاق معسكر منتخب اليد الأخير استعدادا للمونديال. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. نبدأ حلقتنا بقى وأخبارنا وندخل في التفاصيل، وبيتهيألي إنه العنوان الأنسب كان في الإمكان أفضل من مكان، ده العنوان اللي أعتقد إنه ينطبق على ماتش الاهلي مع وادي دجله، رغم انه كانت فيه غيابات قاسيه جدا على الجهاز الفني. يعني احنا بنتكلم على سكواد فرقه كامله تقريبا ولاعيبه من العيار الثقيل، اسماء يعني جامده غابت عن ماتش امبارح. لكن الحقيقه المجموعه اللي كانت موجوده ادت مباراه خليني اقول متوسطه، خليني اقول ماتش يعني مباراه جيده. طبعا تالق محمد عبد المنصف امبارح كان واحد من العوامل الاساسيه، ويمكن مستر موسيماني اشار للجزئيه دي. منصف لوحده يمكن شايل ثلاث اجوان ما تتشالش يعني، لكن في النهايه الاداء
ما كانش بالنسبه للجمهور مطمن قوي، يعني لو اتكلمت بلسان الجمهور اقول انه لا احنا كنا مستنيين اعلى من كده شويه، وكنا مستنيين ناخد 3 بونت، والاهم من 3 بونت او الاهم من 2 بونت اللي راحوا يعني انا كنت مستني الحقيقه وهستنى ده كمان في الفتره اللي جايه جدا، هستنى ابقى مطمن على فرقتي قبل ما اروح سوبر افريقيا وكاس العالم لليابان. يعني قلت لحضراتكم الاربع ماتشات اللي جايين بما فيهم ماتش دجله اعتقد بشكل كبير جدا انا شايفهم تجربه مفيده جدا ومهمه جدا عشان اجهز للاهم. الاهم بالنسبه لي سوبر افريقيا اللي هلعبه اخر الشهر ده 25 26 يعني في الحدود دي قبل كاس العالم للانديه، وبعد الماتش بتاع سوبر افريقيا وده ماتش تقيل جدا على فكره، هنروح للماتشات برده تقيله جدا والجماهير مستنيه فيها يعني نوصل 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 يعني نوصل لفين مش عارف، بس المهم نوصل، مش هنروح نلعب ماتشين ونرجع، لكن كل ده محتاج استعداد على اعلى مستوى ونجهز على اعلى مستوى ويبقى عندك القائمه كامله كلها قريبه من بعض. ماتش امبارح ما يوصلناش للاحساس ده قوي، ماتش امبارح بيقول لا لسه عندنا شغل كتير، عندنا شغل كتير والوقت قليل والفرص اللي هنجهز فيها مش كتير قوي فلابد من استغلالها لاستغلال الامثل. رايك ايه في ماتش دجله امبارح؟ انا رايي طبعا الغيابات اثرت بشكل كبير، انت بتتكلم على كتير من اللعيبه الاساسيه طبعا كانت غايبه عن الفريق. يمكن المباراه اللي فاتت كنا شفنا شكل هجومي حلو او فورمه هجوميه حلوه بالنسبه للنادي الاهلي، سواء بنتكلم على كهربا وشريف وطاهر، دلوقتي انت عندك كتير من اللعيبه دي مش موجوده، احنا بنتكلم على 11 لاعب كاملين مش موجودين عن النادي الاهلي بين كورونا طبعا وبين اصابات. فطبعا كمان كان في تالق من عبد المنصف زي ما انت قلت، طبعا حارس مرمى وادي دجله كان شايل كذا كوره مهمين جدا، ويمكن لو كنا خلصناها في كوره طبعا شريف اللي في الاول اكيد كانت هتفرق جدا. يعني انا اعتقد ان رتم المباراه بعد الكوره دي او سير المباراه بعد الكوره دي اتغير بشكل كبير جدا، وفي كان في كوره لحسين الشحات كنا قادرين، يعني انا عايزه اقول ان احنا الاهلي الاحصائيات هي لصالح الاهلي والاهلي كان مستحوذ اكتر وكنا قادرين ان احنا الحقيقه نحقق الفوز امبارح، لكن ما كانش فيه يمكن توفيق او حظ. ولكن حاجه من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لي اللي موسيماني قالوا انه في المؤتمر الصحفي انه شايف انه بالرغم طبعا ان التعادل حاجه مش كويسه بالنسبه للنادي الاهلي في الوقت ده او انه مش مرضي بالنسبه لينا، ولكن شايف ان هو اتعلم المباراه دي ان هو عارف اكتر مستوى اللعيبه الثانيه اللي عنده يا احمد، مستوى اللعيبه اللي على الدكه، عارف امكانيات اللعيبه دي، وده اكيد فارق معاه ومهم جدا يبقى عارف، لانه بيقول لو ما كانش فيه غيابات ال11 لاعب دي ما كنتش هعرف اكتر او هتعرف اكتر على مستوى اللعيبه دي. انا بالنسبه لي تساليني انا 11 دول المفروض بالنسبه لي اساسيين، يعني انا مش شايف حد من ال11 اللي لعب امبارح بما فيهم التغييرات ما اقدرش اقوله عليه انه ممكن يبقى دايما اساسي في النادي الاهلي. لعيبه كبيره جدا ولعيبه اصحاب خبرات ولعيبه جايين من اعارات عشان قدموا مواسم كويسه جدا، وخدي بالك انه يهمني كره الاهلي، يعني بصرف النظر عن الاسماء اللي موجوده انا يهمني انه اي 11 نازلين ملعب اشوف كره الاهلي بتتلعب. احنا قلنا انه من اكتر الحاجات اللي عجبتنا في مستر موسيماني من اول ما تولى المسؤوليه فكره انه الكره بتتلعب على الارض بتتسلم من رجل لرجل، نسبه استحواذ كبيره جدا، ضغط على الخصم في ملعبه، عدد الفرص اللي بيصنعها الفريق، مش بقول بس الاهداف اللي بتتسجل لكن كمان قدرتك على صناعه الفرص مع مستر موسيماني عاليه جدا، ده انا ما شفتوش بشكل واضح امبارح. بس الغيابات يا احمد خلته مضطر يغير طريقه اللعب، وحتى ما حسيتش ان الغيابات دي مأثره على تغييراته خلال المباراه. طيب احنا كسبنا الاتحاد 4-0 وقلت في اليوم ده رغم انه سكور كويس جدا وكان ممكن يبقى اضعاف مضاعفه، لكن قلت كمان عندنا مناطق خلل. الفريق الاهلي فريق كبير جدا، احنا مش محتاجين ان احنا كل ما نكسب 3 بونت او نكسب ماتش ان احنا نقعد نسقف ونبقى فرحانين بفرقتنا، بس علينا كمان ان احنا نركز في ايه اللي ممكن يكون عندنا ناقص عشان نزوده، ايه اللي ممكن يكون عندنا فيه خلل عشان نكمله. ده منهج الاهلي، واعتقد انه طبعا مستر موسيماني بيشتغل بالمنطق ده والجهاز الفني كله، ومن وراهم طبعا اداره النادي الاهلي اللي عايزه تطور مستوى الفريق في كل فرصه ممكنه. وبمناسبه التطوير يمكن اعتقد انه صفقه وولتر بواليا هتكون اضافه كويسه جدا لفريق النادي الاهلي. الحقيقه وولتر بواليا السيزون اللي فات عامل سيزون عالي جدا وامكانياته، واعتقد كمان انه قدرته على تطوير مستواه مع النادي الاهلي خصوصا ان هو رايح على ماتشين او على مجموعه ماتشات مهمه جدا، هيلعب سوبر افريقيا على طول وهيلعب كمان كاس عالم الانديه، فاعتقد انه ان شاء الله باذن الله هيكون صفقه مهمه. على كل الاحوال صفحه واتقفلت، بس في اللي جاي صفحات تانية، احنا يمكن هنلعب الثلاثه اللي جاي ان شاء الله
طب قبل ما نروح لمباراة صني ده وهنلعب مع سيراميكا كليوباترا، وعايزين نقف مع المحطات دي عشان نتكلم عليها بالتفصيل. بالنسبه لمباراه امبارح والحكم كابتن احمد الغندور، بالنسبه لركله الجزاء اللي المفروض لبيكم اللي معانا على الشاشه دلوقتي، اللي هي المفروض كل خبراء التحكيم، انا مش خبير التحكيم، كل خبراء التحكيم يمكن او معظمهم اجمعوا ان هي صحيحه، يعني حتى الفار ما جابهاش. طيب. ولا المخرج عادها. طيب خلينا نتفق على حاجه، ده جزء من الحاجات اللي لازم نبقى بنلعب عليها ولازم اللعيبه برضو تبقى عارفاها جدا. طبعا الكره يعني زي ما حضراتكم شايفين كده العاده واضحه. قولي بس رايك فيها، قولي بس. طب واضحه، مش محتاجه اقول رايي فيها، يعني واضحه جدا. والوقت بدل الضايع. ولو بنتكلم على 10 حكام هيشوفوا اللعبه دي، 9 منهم ممكن يحسبوها او 8 بالزبط. منهم يحسبوها ضربه جزاء، و2 منهم ممكن يقولوا ما شفناهاش او ما فيهاش حاجه. طب الحكم ما خدش باله، طب والفار اللي بتتعاد قدامه؟ طيب خلينا نقول حاجه ثانيه، يعني هو انا هقول لك حاجه برضو عشان نبقى ايه، نبقى واضحين. ما الفار برضو في مناسبات كتيرة جدا، يعني أنا شفت مثلا ماتش بيراميدز الجون الثالث اللي جه من ضربة ركنية لبيراميدز في والإنتاج الحربي، بيراميدز والإنتاج الحربي 3-2 3-2 بالظبط. الماتش الأخراني اتفرجت عليه، الكرة الأخرانية بتاعت بيراميدز مثلا على بيراميدز. الكورنر مش لبيراميدز، يعني الكورنر اللي اتلعب وجه منه جون الكورنر ده المفروض يتحسب ضربة مرمى. لا بس دي الفار ما بيتدخلش فيها، هو السؤال هنا بس انت احنا لا، هو المفروض الفار يتاكد من صحه الاهداف، يعني بعد كل هدف بيدخل لو حكم الفار شايف انه في شك ما لابد انه ينبه حكم، ولو في شك في ركله الجزاء المفروض انه يشوفها برضه. بس فيما عدا ذلك يعني برضو عشان ما نحملش برضو او نقول احنا مشكلتنا احنا خسرنا الاثنين بونت عشان التحكيم، لا ده وارد جدا، وارد يحصل في افريقيا كتير جدا معاك، وارد جدا انه فرقه تضيع وقت، وارد جدا انه فرقه تستفزك، وارد جدا انه الحكم يكون مش في احسن مستوى عن قصد او عن غير قصد، وبالتالي كل الظروف دي لابد ان احنا ناهل نفسنا على التعامل معاها والتغلب عليها احنا الاهلي يا جماعه. صدقني يا احمد انا مش ببرر وكلامك صح، انه احنا يهمنا جدا نشوف مثلا كان فين الاخطاء في فريقنا حتى لو كان في غيابات كتير، وانه لازم دايما اللعيبه اللي موجوده هي بتسد مكان اللعيبه الاساسيه، وده مفيش اي شك فيه، ولكن احنا مش طالبين غير العداله. لما بتكلم على موضوع الحكم ده مش تبرير، ولكن يعني ضربه جزاء صحيحه، وكل خبراء التحكيم قالوا، وانت قلت انه من كل 10 يعني 9 يقولوا عليها فدي برضو ضربه جزاء يمكن ضيعت علينا نقطتين، ولكن لو في مشاكل في الملعب ده اكيد طبعا موسيماني واخد باله من ده والجهاز الفني، واكيد يهمنا طبعا مصلحه فريقنا في الاول في الاخر، لانه زي ما انت قلت في مباراه صني داب يوم الثلاث، ودي مباراه مهمه، وكل مباراه الاهلي بيلعبها سواء في الدوري او المسابقات المحليه او المسابقات الافريقيه طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا. تاني بكرر بس، مهم عشان المباراه في حد ذاتها، سواء انك تكملي مشوارك في افريقيا او تاخدي 3 نقط في بطوله الدوري، ومهمه كمان عشان تجهزي للاهم بقى. طبعا. انت عندك سوبر افريقيا، ماتش صعب مع نهضه بركان، وانا شايف نهضه بركان اصعب من الوداد والرجاء على فكره. صح. يعني نهضه بركان المغربي رغم انه مش من الفرق اللي احنا عارفين انها فرق قمه في المغرب، لكن ماتشنا معاه في السوبر هتبقى مباراه صعبه جدا تطلع منها على مواجهه المواجهات بقى مع العيار الثقيل. وعلى فكره كل الفرق اللي هتشارك في كاس العالم للانديه فرق مستواها لا غبار عليه، يعني احنا رايحين ابطال افريقيا، لكن المباريات اللي احنا هنلعبها مش ماتشات سهله على الاطلاق. نبدا مع حضراتكم الاخبار ونبتدي براحه النهارده، راحه سلبيه طبعا لفريق النادي الاهلي. الجهاز الفني طبعا الفريق الاول كره القدم بالنادي ادى اللعيبه النهارده راحه، او بكره السبت هيكون في راحه ليهم، على ان هم كمان يعودوا للتدريبات يوم النهارده السبت على ان هم يرجعوا للتدريبات بكره يوم الاحد ان شاء الله، عشان يبداوا بقى يحضروا لمواجهه صني داب اللي بنتكلم مع حضراتكم عليها، اللي هي تكون ان شاء الله يوم الثلاث على استاد الاهلي والسلام، وده هيكون في اياب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. واللعيبه المفروض والجهاز الفني هيجروا مسحه طبيه بكره الحد استعدادا لمواجهه صني داب، وزي ما حضراتكم عارفين الاهلي كان تعادل قدام دجله في المباراه اللي اقيمت يوم الجمعه امبارح ضمن مواجهات الجوله الخامسه في بطوله الدوري الممتاز. طيب هدي واحده من يعني فرصه مهمه جدا، اولا انت تقريبا حاسمه يعني بشكل كبير تخطي عقبه صني داب، مفيش فاهم ان كل حاجه والكوره مفيهاش حاجه مضمونه، تمام الكلام ده ما يعني مش هنعيده ونزيد فيه، احنا عارفين ده كويس، لكن بنسبه كبيره جدا تقترب ل 90% الاهلي صني داب 1-0 على ملعبه وارضه
وفي ملعب وحش جدا قادر انك انت تحسم هنا، فبالتالي هتستفيد من الفرصه دي ازاي؟ هتشتغل على المباراه دي ازاي؟ ده واحد من اهم المحاور المفترض طبعا فرقتنا ان شاء الله وجهازنا الفني هيشتغلوا عليه. وبمناسبه الكلام عن بواليا، مسؤول الاهلي بداوا بالفعل عمليه ادخال بيانات وولتر بواليا لاعب الفريق الجديد على سيستم اتحاد الكره عشان يتم قيده بقى في قائمه الفريق سواء المحليه والافريقيه، ويتم الاستعانه بيه ان شاء الله في كل الماتشات المقبله سواء في الدوري المحلي او في بطولات افريقيه او طبعا في كاس العالم للانديه. طبعا زي ما حضراتكم تابعتم على مدار الساعات الاخيره، التعاقد مع اللاعب الكونغولي وولتر بواليا هيكون لمده 4 مواسم بتبدا من شهر يناير، والاهلي طبعا يعني محتاج الاستفاده بجهود بواليا في الفتره الاخيره، خصوصا مع كمان ظروف الغيابات اللي بيعاني منها الفريق في الوقت الحالي. من الاخبار الكويسه طبعا ان الاهلي بيجهز اللاعب طاهر محمد طاهر للعوده لقائمه الفريق في مباراه سوني داب في اياب دور ال 32 من منافسات دوري ابطال افريقيا اللي هتكون ان شاء الله يوم الثلاث زي ما قلت لحضراتكم. وزي ما حضراتكم عارفين يمكن اللاعب بيعاني من اصابه بكدمه قويه في الضلوع تعرض لها في مباراه الاتحاد السكندري واللي غاب بسببها عن مباراه وادي دجله امبارح. يمكن طاهر في مباراه الاتحاد الحقيقه ادى بشكل كويس وبدا يظهر اكتر بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ويؤدي بالشكل المطلوب، وبدا يبقى فيه ثقه او ياخد الجرأه بان هو ياخد الكوره يا احمد كده ويجري بيها من نص الملعب. يعني كنا شايفين قد ايه كمان كان مساعد جدا في الهدف الاول بتاع كهربا. هو طاهر ان شاء الله باذن الله ياخد فرصته في التاقلم والانسجام مع الفرقه، وياخد فرصته في انه، ونتمنى طبعا ان ده يحصل في اسرع وقت ممكن. يعني ما عندناش رفاهيه الوقت في الاهلي دايما مش موجوده، محتاجين كل حاجه تحصل سواء من اللعيب نفسه، رغبته، ارادته، اصراره على انه يدخل في اعلى فورمه واعلى مستوى، وانه يبقى في حاله انسجام ويقرب من اللعيبه اللي بيلعبوا معاه في الفرقه ويبقوا فاهمين بعض زي ما بنقول كده من غير ما بنتكلم. ده مطلوب من كل فرد في سكواد الاهلي في اسرع فرصه ممكن. لكن انا بعتقد انه طاهر لما يوصل لقمه مستواه ويدخل في حاله الانسجام، اعتقد ان احنا هنشوف ان شاء الله باذن الله منه حاجات كتيره جدا، وكل التوفيق ليه ان شاء الله يرجع بالسلامه ويكون جاهز في الفتره اللي جايه. نروح للجنه الثلاثيه، اللجنه الثلاثيه المسؤوله عن اداره اتحاد الكره طبعا هيعلنوا خلال الساعات اللي جايه تعديلات في جدول مسابقه الدوري، وبالاضافه كمان للمواعيد الجديده لماتشات الدور الاول للمسابقه عشان يحاولوا يدوا فرصه للجماهير انها تقدر تتابع ان شاء الله بقى البطوله اللي مصر هتستضيفها كاس العالم لكره اليد، واللي هتنطلق ان شاء الله على ارض مصر بدايه من يوم 13 يناير. اللجنه الثلاثيه كانت يمكن خطبه اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه اللي بتنظمها مصر عشان تعرف مواعيد الماتشات الخاصة بالبطولة والأحداث طبعا اللي هتبقى مصاحبة ليها عشان تعدل على أساسها ماتشات مسابقة الدوري، وتقدر تسمح للجمهور المصري بمتابعة ماتشات بطولة العالم لليد. كمان قررت اللجنة الثلاثية أن هي تلغي عقوبة خصم النقط على الأندية في حالة تأخر الأندية دي في سداد الغرامات المالية زي ما كانت اللائحة بتنص الموسم ده على كده، واللي كان أعلن عنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات. والأندية الحقيقة اشتكت من البند ده قبل كده للجنة الثلاثية علشان يتم إلغائه، خاصة أن الأندية طبعا بتمر بأزمات مالية كبيرة خصوصا بسبب ظروف فيروس كورونا. وفقا للائحة بتاعت لجنة المسابقات للموسم الحالي، اتحاد الكرة بيمنح النادي المعاقب بالغرامة المالية دي مهلة أسبوعين للسداد. لو ما سددش خلال الأسبوعين دول الغرامة هتكبر عليه أكتر، ومع العقوبة المالية هتكون أكتر، بس هيدوله أسبوعين كمان للسداد، ولو ما سددش بتتخصم منه نقطة عن كل مباراة بياخدها في الدوري. كمان تم الاتفاق مع الأندية على تغيير بعض بنود لائحة المسابقات كإلغاء مثلا المصافحة بعد المباراة، وإعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة، وده حفاظا طبعا على سلامة الجميع. وتم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين بتتكون من 3 لاعبين، وده علشان تساعدهم في ظل الظروف الاستثنائية اللي بتعيشها طبعا اللعبة بسبب فيروس كورونا. طيب في كلام كتير الناس محتارة بين جنسية وولتر بواليا، لانه يمكن معظم الاخبار ما حسمتش ده بشكل واضح. خليني اقول لحضراتكم، هو راجل كونغولي زامبي، لكن هو اختار انه يلعب لمنتخب، او هو مثل بالفعل منتخب زامبيا، هو من اصول كونغوليه لكن هو يتمتع بالجنسيه الزامبيه ومثل بالفعل منتخب زامبيا، عشان كده وولتر بواليا زامبي، وولتر بواليا بيمثل زامبيا، اذا فهو بيتمتع بالجنسيه
الذنبيه. خليني اروح مع حضراتكم ليوم السبت النهارده. الحقيقه يمكن ده هيكون بدايه للمعسكر الاخير لمنتخب مصر لكره اليد، وهيكون في واحد من الفنادق القريبه جدا من مدينه السويس. هيخوض طبعا التدريبات على استاد القاهره عشان يستعد لبطوله العالم المقرر ان شاء الله انها تنطلق يوم 13 زي ما قلت لحضراتكم. ويمكن صفوف المنتخب هتكتمل بشكل كبير النهارده بعد ما انضم يحيى خالد لاعب فيسبروم المجري، تمهيدا طبعا للعب ماتشين، ماتش مع اليابان ان شاء الله باذن الله، او ماتشين هيتلعبوا مع اليابان استعدادا لبطوله العالم واللي بتستضيفها مصر. ومن المقرر كمان انه المنتخب يلتقي مع اليابان في ماتشين او مباراتين وديتين، ماتش يوم 5 وماتش يوم 7 ان شاء الله باذن الله. وجاري كمان الاتفاق والتحضير لمجموعه من الماتشات الوديه، منها مثلا منتخب البرازيل عشان يقدر المنتخب يلعب مباراه وديه ثالثه قبل ما يبتدي بقى ان شاء الله مشواره في مونديال العالم. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر، وامالنا كبير جدا في رجالتنا ان شاء الله ان هم يستغلوا عامل الجمهور ويستغلوا حب المصريين للرياضه اللي بدات مع اجيال يمكن سابقه واخرها كان فوز الشباب بمونديال العالم. نتمنى ان شاء الله نعمل انجاز كويس يفرح مصريين ان شاء الله باذن الله. طيب احنا المفروض بقى عايزاك انت تقول مين فاز بجائزه افضل لاعب بالنسبه لنا. طبعا طيب ده اول شهر لينا في شهر ديسمبر بالظبط. طيب احنا اتفقنا ان كل مباراه بيلعبها النادي الاهلي، وبالمناسبه بنفكركم مره ثانيه انا وساره انكم حضراتكم على مواقعنا او على صفحاتنا على فيسبوك على تويتر على انستغرام حضراتكم في بوست خاص باختيار بالسادسه برنامج السادسه باختيار افضل ثلاث لاعبين من لعيبه الاهلي في ماتش امبارح الاهلي وادي دجله. احنا كل ماتش واتفقنا مع حضراتكم ده هيكون تقليد جديد للسادسه من بدايه السيزون، ابتدينا مع حضراتكم من مباراه الاهلي والمقصه، حضراتكم بتدخلوا تختاروا افضل ثلاث لاعبين بناء على تصويت الجماهير اللي بتابع طبعا السادسه. هياخد صاحب المركز الاول ثلاث نقاط، صاحب المركز الثاني نقطتين، وصاحب المركز الثالث نقطه واحده. الاهلي لعب في شهر ديسمبر في الموسم الجديد اربع ماتشات، ثلاث ماتشات في الدوري المحلي ومباراة واحدة في مشوار افريقيا. ماتشات الدوري لعبنا مع المقصة ومع غزل المحلة ومع الاتحاد، وفي بطولة افريقيا لعبنا مع سوني ديب اربع مباريات كان تصويت الجماهير فيها لصالح اكتر من لعيب. والحقيقة انا بشكر جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا وبتشارك معانا، لانه الحقيقة واضح كمان ان في يعني زيادة مضطردة كده في عدد الجماهير اللي بتصوت وبتشارك في العملية دي. فهنستعرض مع حضراتكم نتائج التصويت على ماتشات شهر ديسمبر، وكمان نعلن لحضراتكم نتيجة شهر ديسمبر. بس خلينا نشوف الأول نتيجة مباراة الاتحاد، آخر مباراة لعبها النادي الأهلي وحضراتكم شاركتوا في التصويت عليها كان تعليل النتيجة. سارة لا انت هتقول نتيجة المباراة اللي فاتت وانا اقول بشهر طيب. ديسمبر اول معلوم. اول لاعب في أو يعني صاحب المركز الاول في ماتش الاهلي والاتحاد كان علي معلول، جه في المركز الثاني كهربا، وجه في المركز الثالث اليو ديانج. وده برضو زي ماتشات قبل كده كان يعني كتير جدا كان بيبقى فيه لاعبين قريبين جدا من المنافسه منهم في الماتش ده، ورغم ان هو خرج بدري لكن واضح انه حاز على اعجاب الكثير من الجماهير اللي ادت له صوتها، طاهر محمد طاهر وايمن اشرف. لكن الحقيقه معلول وكهربا وديانج قدروا ان هم يحسموا المراكز الثلاثه الأولى. أنت كده متفق الأول؟ إلى حد خلاص. كبير طبعًا، لأنه بصي في يعني دايمًا في لعيبة بنتفق كده إنه ما يعني بنبقى إحنا عارفين أو متوقعين إن الجماهير رايحة فين، لكن الثلاثة دول كانوا اكتساح بصراحة فما حدش يقدر يقول عليهم أي حاجة. أنا معاك في ده. طيب بالنسبة بقى لأفضل لاعب طبعًا في شهر ديسمبر بعد ما جمعنا كل النقط، يعني طبعًا زي ما حضراتكم عارفين أول لاعب ثلاث نقط، ثاني لاعب نقطتين وبعدين نقطة واحدة، كان طبعًا أكبر عدد من النقاط من نصيب كابتن كهربا، هو اللي خد النقاط الأكثر اللي تخليه طبعا بالنسبه لبرنامج السادسه افضل لاعب في شهر ديسمبر بعد طبعا الاربع مباريات اللي لعبهم الفريق. يمكن كهربا زي ما حضراتكم شايفين في المركز الاول وعدد المباريات اربعه وعدد النقاط خمسه، بعديه على طول ديانج طبعا لعب اربع مباريات وعدد النقاط اربعه، علي معلول اللي لعب ثلاث مباريات والحقيقه بينافس بقوه في كل المباريات اللي لعبها وعدد النقاط برضو اربعه، وبعدين بدر بنون ومحمد شريف وعمر السوليه وايمن اشرف. بدر بنوني احمد ثلاث نقط هو ومحمد شريف، عمر السوليه وايمن اشرف نقطتين. طيب كده مبروك طبعا كابتن محمود كهربا الفوز بلقب افضل لاعب من النادي الاهلي عن شهر ديسمبر. الارقام اللي حضراتكم شفتوها في الجدول على الشاشه دلوقتي دي مكمله معانا،
يعني كل الارقام اللي حققها لعيبه النادي الاهلي ينجمهم واللي جم بالترتيب كده: كهربا 5 نقاط، ديانج 4 نقاط، معلول 4 نقاط، بدر بنون 3 نقاط، محمد شريف 3 نقاط، سلية نقطتين، وأيمن نقطتين. الأرقام دي هتتحط في أرصدتهم. هنتابع مع حضراتكم إن شاء الله نتيجة استفتاء ماتش وادي دجلة، ده أول ماتشات الأهلي في شهر يناير لغاية لما نوصل لآخر الشهر ونعلن أيضا مين هو أفضل لاعب النادي الأهلي في شهر يناير. وهتفضل أو هيفضل جدول الأرقام معانا في السادسة لغاية إن شاء الله بإذن الله آخر مباراة للأهلي في نهاية السيزن. الأرقام أو بنك النقاط ده هيكون رصيد حقيقي وفعلي وترجمة حرفية من خلال تصويت جماهير النادي الأهلي على مستوى أفضل لاعب في السيزن لجماهير النادي الأهلي. نتابع مع حضراتكم تفاصيل كتير، وسكايب النهارده هيكون عن ايه يا ساره؟ هنتكلم كتير طبعا مع صحفي من هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي عن طبعا تالق النجوم العربيه في طبعا في الدوريات الانجليزيه، سواء بنتكلم على صلاح او محرز او حكيم زياش كمان، وكمان في كلام كتير قوي عن صفقه الاهلي الجديده وولتر بواليا بعد الفاصل. قولي. خلينا نقول كمان انه بعد ساره هقابل حضراتكم مع واحد من نجوم النادي الاهلي وكلام عن مشوار وكلام على مرحله مهمه جدا جايه قبل ما نروح لسوبر افريقيا وكاس العالم للانديه ان شاء الله. نجم النادي الاهلي السابق ونجم خط دفاع النادي الاهلي عمرو الحديدي هيكون ضيف علينا في حلقه النهارده من السادسه. فاصل ونرجع لكم بسكايب النهارده. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وخلينا نروح لسكايب مهم الحقيقه مع مراد دخيل الصحفي الليبي بشبكه بي بي سي العربيه. هنتكلم عن حاجات كتير جدا ومنها طبعا نجمنا المصري محمد صلاح. برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بك ساره، تحيه ليك ولكل مشاهدي الشاشه العملاقه الوليده الحديثه اكيد للاعلام المصري والاعلام العربي، شاشه قناه النادي الاهلي. هذه القناة التي أحدثت نقلة ربما في تاريخ القنوات الخاصة بالأندية في العرب وفي الشرق الأوسط على العموم. خليني أبدأ معاك، طبعا بشكرك جدا، وخليني أبدأ معاك من محمد صلاح نجمنا المصري اللي الحقيقة تفوق على الثنائي رياض محرز وحكيم زياش في جائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء شبكة روسيا اليوم لعام 2020. عايز أعرف تعليقك على الخبر ده، وهل شايف أن فعلا محمد صلاح كان الأحق بالفوز بالجائزة دي؟ شوفي، هو محمد صلاح يعني منذ قدومه لليفربول وهو يحقق الألقاب سواء كانت فردية أو جماعية مع فريق ليفربول اللي شاهدناه ربما بشكل مختلف ومغاير عن السنوات الصعابة اللي عاشها ليفربول في الآونة الأخيرة. ربما محمد صلاح هو من الأسماء التي فتحت التألق للنجوم العرب في ملاعب أوروبا على وجه التحديد، لما نشاهد محمد صلاح يكون من بين الثلاثة والأربعة أفضل لاعبين في العالم. نتكلم على ميسي، نتكلم كذلك على رونالدو. ربما صلاح الشيء الفارق في محمد صلاح، وأنا على الصعيد الشخصي دائما ما أثني على هذه النقطة تحديدا، وهي نقطة المنشأ، البداية من البلد الأم، يعني على عكس اللاعبين الآخرين. لدينا لاعبين عرب كثر في أوروبا، لكن محمد صلاح يتفوق في جزئيه وهو انه بدا من الدوري المصري، بدا من مدرسه المقاولون العرب حتى وصل الى ليفربول الى ربما اعرق المدارس الكرويه في العالم، وهذه نقطه ربما تحسب لمحمد صلاح. وبدانا نشاهد ربما اداء مميز للاعبين عرب اخرين في الملاعب الاوروبيه، لكن احنا دائما نتكلم عليه اللاعب الذي بدأ من الصفر. خلينا نقول دائما ما نعرف أن الدوريات العربية صعب جدا أن نشاهد منها لاعب يصبح من بين أفضل 3 أو 4 لاعبين في العالم، مش لموسم واحد فقط بل لسنوات. فأعتقد أن محمد صلاح جدير بأنه هو يفوز بهذه الجائزة، وربما سنة تلو الأخرى يواصل محمد صلاح تألقه رغم انضمام نجوم جدد لليفربول، رغم ربما محاولات من الأندية الأخرى في أوروبا أن هي ممكن أن هي تكتشف لاعبين عرب جدد في فرقها، لكن يبقى محمد صلاح هو العلامة الفارقة حتى الآن. والشيء الفارق الآخر هو المستوى التصاعدي اللي ما زال يقدمه محمد صلاح، وأعتقد أننا
سنشاهده ربما في مستويات اعلى واكبر في قادم المواعيد ان شاء الله. اكيد عايز اسالك واحنا بنتكلم على مكاسب الكره العربيه، انت شايف من وجهه نظرك ايه مكاسب الكره العربيه في ظل تالق محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش في البريمير ليج؟ وطبعا بنتمنى زي ما انت قلت يبقى في تاني اهتمام اكبر باللعيبه العرب علشان نشوفهم في انديه عالميه زي طبعا صلاح وزياش ومحرز. شوفي ساره، هو الدوريات الاوروبيه على وجه الخصوص الاربع او خمس الدوريات الكبرى دائما ما تلجا للاعب الافريقي اللي من ادغال افريقيا، نتكلموا على سنوات طوال برزت فيها نجوم من افريقيا السمراء، لكن افريقيا البيضاء اليوم اصبحت هي الاخرى مختلفه تماما، اصبحت تقدم في لاعبين واسماء باتوا ركيزة في فرقهم وفي أنديتهم. نتكلموا على صلاح يتأثر بليفربول بتفوق وربما فورمة محمد صلاح، ويتأثر كذلك بربما غياب محمد صلاح في بعض المناسبات. نتكلموا كذلك على حكيم زياش في هذه المرة مع تشيلسي ربما، وأيضا مع أياكس قبل ذلك. تشيلسي بدأ يتأثر بحكيم زياش وأصبح يعتمد عليه اعتماد كلي في الفريق. أيضا نتكلم على إسماعيل بن ناصر اللاعب الجزائري اللي هو الآخر يعتبر دينامو في اي سي ميلان الإيطالي، وهو ركيزة أساسية، يتأثر ميلان بغياب كذلك إسماعيل بن ناصر. نتكلم كذلك على حارس المرمى، حتى على مستوى حراسة المرمى بدأنا نشاهد حراس عرب يتألقون. نتكلم على المغربي ياسين بونو الحارس اللي توج وكان سبب رئيسي بأن إشبيليا يتوج بلقب اليوروبا ليج في النسخة الماضية، وتألق كبير ربما أيضا حتى لزميله يوسف النصيري. أيضا في جانب آخر نتكلم عليه لاعب ليبي بدأ بداياته كبدايات محمد صلاح، نتكلم عليه بداية المنشأ، وهو اللاعب المعتصم المصراتي اللي يقدم في مستويات كبيرة، بدأ من الدوري الليبي من فريق الاتحاد الليبي حتى انتقل إلى أوروبا مباشرة من ليبيا إلى البرتغال، تدرج هناك في عديد الفرق، في نتكلم أفيس البرتغالي، نتكلم عليه فيتوريا جيماريش، والآن في سبورتينغ براغا، وهو ربما أثر بشكل كبير في تأهل فريقه للدور 32 من اليوروبا ليج في هذه النسخة، وهو ربما من الركائز اللي يعتمد عليها سبورتينغ براغا ومدربه البرتغالي كارفالو. هو طبعا فخر لينا كلنا طبعا تألق أي لاعب عربي في الدوريات الأوروبية، ودي حاجة بنبقى فخورين وإحنا بنتكلم عليها. ولو رجعتك لصلاح، عايز أعرف برضو وفقا لمصادرك، هل إدارة نادي ليفربول أو صلاح تلقوا أي عروض رسمية من أندية برشلونة أو ريال مدريد؟ أكيد أنت متابع يعني الأزمة أو الكلام أو التصريحات الكتير والتقارير اللي بتطلع أنه صلاح مش مكمل في ليفربول، والموضوع قد إيه شاغل الناس كلها. وفقا لمصادرك، هل إدارة نادي ليفربول تلقت أي عرض من أي نادي؟ شوفي، هو الاسماء اللي ذكرتها في البدايه هي للذكر للحصر، هناك عدد كبير من اللاعبين العرب اللي تالقوا في ملاعب اوروبا. بالرجوع لمحمد صلاح، وربما الاحاديث عن انتقاله الى الدوري الاسباني ورغبته في الانتقال للدوري الاسباني، اعتقد بان من المبكر جدا ان يتم الحسم في هذا الامر، واعتقد ان لا يوجد شيء رسمي لاداره ليفربول من اجل ضم اللاعب محمد صلاح، واعتقد بان اداره ليفربول لن تفرط في محمد صلاح بالسهل. بس كلوب يعني يمكن كان ليه تصريح انه مش هنجبر حد على ان هو يكون موجود لو هو مش عايز يكون موجود، ودي جمله بالنسبه لمشجعي ومحبي ليفربول وصلاح كانت غريبه شويه. شوفي، هي التصريحات دائما حرب التصريحات فيها عديد من المعاني، اعتقد بان كلوب يورجن كلوب يعول كثيرا، حتى شاهدنا في احدى المباريات صار فيه سوء تفاهم او عدم رضا اثناء تغيير محمد صلاح، لكن بعد ذلك شاهدنا محمد صلاح ويورجن كلوب في خلينا نقول في طريق واحد او في خط واحد. هو هذا التصريح ربما مطلوب في هذا التوقيت، لان ليفربول مقبل على مرحله مهمه وهي الدوري الانجليزي، متصدر الان للدوري الانجليزي، يحتاج لتركيز اكثر اكيد يورجن كلوب من قبل محمد صلاح، كذلك على صعيد دوري ابطال اوروبا، فاعتقد بمثل هذه التصريحات ممكن ان يورجن كلوب لديه رساله ما يريد ان يوصلها لمحمد صلاح، لكن اعتقد بان لا احد او مدرب
بامكان ان يفرط في لاعب مثل محمد صلاح، ايا كان اسم الفريق وايا كان امكانيه التواجد العناصر والاسماء الكبيره في صفوفه. يعني نتكلم على محمد صلاح وهو لا زال الرقم واحد في ليفربول حتى هذه اللحظه. طب خليني اسالك كمان على نجمنا المصري تريزيجيه، هل فعلا على حسب التقارير ما بتقول ان هو طبعا هو نجم استون فيلا قرب من ان هو يروح نادي جالاتاس راي التركي؟ شوفي، هو الاتراك مع مصر دائما في علاقه بيحتاجوا للاعب المصري. نتكلم الان حتى على تقارير اخرى تشير بان بشكتاش التركي يريد ايضا الاستفاده والعوده بالنسبه لمحمد النني الى صفوف بشكتاش بعد ان استعاد ربما النني مركزه الاساسي في ارسنال، وبعد ما اعاد ارتيتا اكتشاف محمد النني من جديد وبات يقدم في مستويات مهمه، لكن مع هذا لا زال بشكتاش يحاول. بالنسبه لتريزيجيه، تريزيجيه تالق في ابعاد فريقه من الهبوط في الموسم الماضي وانقذ الفريق من الهبوط، فريق استون فيلا، فريق عريق ربما في الدوري الانجليزي وفي الكره الانجليزيه. اعتقد بان تريزيجيه من الافضل ان يفكر فيما هو افضل من الدوري التركي. هو موجود الان في مكانه كبيره جدا في البريمير ليج، وبامكانه انه يفتح افاق للتواصل لو اراد تغيير الاجواء بالانتقال لاحد الفرق الاخرى في الدوري الانجليزي. لكن اعتقد كذلك تريزيجيه ما زال من المبكر انه هو يحسم ملف رحيله عن استون فيلا، واعتقد ان اداره استون فيلا لن تفرط بالسهل في انتقال تريزيجيه، خصوصا انها تعول عليه وشاهدناه هو ركيزة أساسية ومن اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق باستثناء الغياب الأخير بعد الإصابة اللي تعرض لها مع فريقه. بشكرك جدا مراد خيل، طبعا الصحفي بهيئة بي بي سي أو الإذاعة البريطانية، طبعا الصحفي الليبي. كلام كتير طبعا عن صلاح، تقريبا مش هيخلص غير لما الموسم ده يخلص ونشوف صلاح مكمل فعلا مع ليفربول ولا هيروح فعلا ريال مدريد أو برشلونة زي ما كتير من التقارير الصحفية بتقول. خليني أروح مع حضراتكم الحقيقة لصفقة مهمة جدا، صفقة النادي الأهلي اللي كلنا مهتمين بيها الفترة دي وبنتكلم عليها الفترة دي، وهي والتر بواليا. والحقيقه انه من فتره كبيره من قبل ما يدخل اللاعب في دائره اهتمامات النادي الاهلي او يبقى فيه كلام، يعني كان الحقيقه لافت نظر الكثير من الناس ومن المحللين، وانه لاعب في الدوري المصري مميز جدا، من اكثر اللعيبه المميزه في الدوري المصري، وكنت بحب اجيب الاهداف بتاعته واتفرج عليها واشوف يعني المهاجم الافريقي ده عامل ازاي. الحقيقه انه والتر بواليا واحنا بنتكلم عليه وعلى ارقامه، هو مسجل 13 هدف مع الجونة الموسم اللي فات، وده بالرغم انه في بعض المباريات ما كانش اساسي، يعني كان بينزل احتياطي وبرده بيسجل. لما جيت اشوف الاهداف مش بس هو فاجئني بارقامه، لا بيسجل في تنوع، يعني بيسجل براسه كويس جدا، بيسجل برجله الاثنين كويس جدا، مش يعني مش مهاجم مساحات واسعه بس. يعني في ناس كتير تقول لك طب ما هو عادي لو بيلعب مع فريق الجونه او فريق تاني والدنيا سهله يعني عندهم والمساحات هتبقى واسعه، طب لا مع النادي الاهلي هيعمل ايه؟ لا الحقيقه لما جيت اشوف التنوع في الاهداف اللي بيجيبها، بيبقى في اهداف ليه بيبقى قدامه لاعب واثنين وخمسه وبيقدر يجيب الهدف، يعني بيبقى في قدامه كثافه عدديه كبيره جدا وبرده بيقدر يجيب الهدف. مهاجم بلغة الكورة زي ما بنقول عليها رخم، بنقول على المهاجم اللي هو الرخم اللي ما بيقاسش بسهولة، بيضغط، بيتحرك كويس جدا جوه ال 18. أعتقد أن والتر بواليا بيشكل خطورة للخصم سواء وشه للجون أو ظهره للجون، ده ليه؟ لأن عنده إحساس عالي بالمكان وقدرة على استغلال حتى أنصاف الفرص والتصويب. هرجع اكمل مميزاته، ولكن في كمان يعني لما بنتكلم على بروفايل تحليلي لوالتر بواليا خلال الموسم الماضي لحد دلوقتي، بنتكلم على الاهداف مثلا 15 هدف، اهداف بالراس 4، واهداف 11، صناعه الاهداف هدف، معدل الاهداف المتوقعه 39% او فاصل 39%، ومعدل الاهداف 43%، وده معناه انه اي فرصه
اي فرصه بتجيله ممكن او في عدد حتى من الفرص ما كانتش او اهداف مش متوقعه بيقدر يجيبها هدف. بمعنى يعني ممكن يبقى حاجه مش واضحه انها تكون هدف، مش فرصه اصلا، قدامه كثافه عدديه زي ما بنتكلم، جون من الاجوان عنده قدامه لعيبه كتير، ما فيش اي ربع فرصه ولا اي فرصه تقول ان المهاجم ده هيجيب دلوقتي هدف ويقدر يحولها لهدف. يعني هو مش بس بيحول انصاف الفرص لهدف، ولكن كمان بيقدر ان هو لما يبقى قدامه كثافه عدديه كبيره بيقدر ان هو يجيب اهداف. في تطور كبير جدا في مستواه، في هو عنده طبعا فكره السرعه، بيعرف يتمركز كويس قوي في الملعب. على الصعيد الرقمي في تطور كبير في مستوى وولتر بواليا اللي لعب قبل كده الفريق ناكانا الزامبي قبل الانتقال لصفوف الجونه في موسم 2018 و2019، قدر ان هو يشارك مع نادي السابق في 11 مباراه بين الادوار الاولى لدوري ابطال افريقيا واستكمال المشوار بالكونفدراليه طبعا الافريقيه، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين في الموسم اللي فات. بعد الانتقال لصفوف الجونه زي ما بقول لحضراتكم، وولتر بواليا شارك في 30 مباراه، سجل 13 هدف وصنع هدف واحد بمجموع دقائق لعب 1421 دقيقة. الموسم ده وبعد 5 مباريات بس شارك فيها، وولتر بواليا نجح في ان هو يسجل 3 أهداف بمجموع دقائق لعب 450 دقيقة. اعتقد ان احنا قدام مهاجم سوبر، مهاجم مش بس زي ما قلت لحضراتكم بيلعب مساحات واسعة، لا في تنوع، في تنوع، بيبقى قدامه لعيبة كتير وبيقدر يجيب الهدف، بيقدر على فكرة يتخلص من مواقف الوان تو وان او المان تو مان كويس جدا، بيقدر ان هو يعني يهرب من المدافع او يعني يهرب من المدافع بذكاء كبير جدا، وده الحقيقة مهم جدا في المهاجم السوبر. بنتمنى انه يكون في شكل جديد، ومهم جدا بالنسبة لنا الحقيقة انه يبقى عندنا اكتر من مهاجم كويس جدا، لان في ناس شايفة انه طب ما محمد شريف موجود، محمد شريف بيأدي كويس، مروان محسن موجود. لا، انا شايفة انه او كلنا لازم نبقى شايفين فكرة انه دايما يبقى كويس لما يبقى فيه. احنا شايفين دلوقتي امبارح كان الاصابات 11 لاعب كاملين مش موجودين، فلما يكون في قماشة تانية مختلفة عن اللي موجودة عندنا ده هيفيد جدا وفي مصلحة الفريق كويس جدا. وزي ما موسيماني قال، لما يبقى عندي بزيادة أحسن مما يبقى مش لاقي أن أنا أتصرف في مواقف فيها إصابات أو غيره. طبعا ربنا يبعد عن كل لعبتنا كل الإصابات. المهاجم ده كويس جدا، أرقامه كويسة جدا، والفيديوز بتاعته الحقيقة عنده مهارات عالية قوي، ولكن إن شاء الله بنتمنى وكلنا ثقة أن هو يكون قد تيشيرت النادي الأهلي، لأن دي حتة نفسية تانية خالص بعيدة عن مهارات اللعيب، ولكن كلنا ثقة في ده. بعد الفاصل كابتن عمرو الحديدي مع أحمد سمير. كلام كتير الحقيقة على ماتش امبارح، وكلام كتير على الماتشات اللي جاية، ويمكن دايما احنا بنلعب وعينينا دايما على اللي جاي، يعني كل فرقة بتلعب عايشة الماتش اللي هي بتلعبه وما بتفكرش في حاجة تانية غيره، وده جزء طبعا مهم جدا، لكن احنا بنلعب دايما واحنا عينينا على اللي جاي، وخصوصا اللي جاي مهم جدا، وانه اللي فاضل من الوقت مش كتير قوي، فبالتالي ماتش دجلة مش بس خسارة نقطتين، لكن كمان إجابة على كتير من علامات استفهام المرتبطة ببطولة سوبر أفريقيا إن شاء الله، اللقاء اللي هيجمع الأهلي بنهضة بركان، وكمان من بعدها إن شاء الله كأس العالم للأندية. صحيح ظروف صعبة وصحيح غيابات كتيرة جدا، لكن زي ما قلنا دايما إنه حتى السكواد اللي شوف ماتش امبارح مع وادي دجلة الحقيقة كلهم لعيبة أساسية، وبالتالي كانت نتيجة إلى حد ما غير مرضية لجماهير النادي الأهلي. اسمحوا لنا نتكلم أكتر بالتفصيل مع نجوم دفاع النادي الأهلي كابتن عمرو الحديدي، ضيفنا في السادسة النهاردة. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء أبو حميد، ربنا يخليك. شوية ذكريات كده في السريع قبل ما نبتدي الكلام. حبيبي ربنا يكرمك. نور الدنيا. الله يخليك. كنت ليك حركة أنت شهيرة لما بتجيب الجون، شفناها دايما لازم تجري ورافع رافع العلم. اهلا بيك. كنت مدافع هداف يا كابتن عمرو. حبيبي ربنا يخليك. بالرجل وبالراس وبكل حاجه يعني. انت اساسا ابتديت مدافع يا كابتن عمرو؟ اه. ابتديت كره مدافع. يعني بص، يعني يمكن اي حد لما بيلعب الكره الشراب كنت احب العب المدافع عشان كنت بميل قوي للكابتن ماهر همام. بعد كده بقى ليا نصيب ان انا اتمرن تحت قياده الكابتن ماهر همام. سبحان الله. اتعلمت منه حاجات كتير قوي. بص النادي الاهلي بيضيف حاجات كتير قوي يا احمد، مش عشان بنتكلم عن النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي، لا. النادي الاهلي بيضيف، انا كنت في المحله بلعب باسلوب معين والنادي الاهلي ضاف لي حاجات كتير قوي بالبلدي او بالاسلوب الرياضيين، بيعلمك يعني ايه تجميد القلب. قلبك يبقى جامد، تلعب وتادي وما تبقاش قلقان وما تبقاش خايف وتعمل اللي انت عايزه، بس في نفس الوقت حرص عشان انت نادي بطولات ومطلوب منك حاجات اكتر من اللي انت كنت فيها او النادي اللي انت كنت جاي منه. ده صعب شويه. ايوه انا اعرف انك انت جيت، كان في قصه غريبه جدا يعني صاحبه ما جاك انتقالك للنادي الاهلي.
بص هو يعني الاول خالص كان الكلام كله ان انا وانا موجود في المنتخب الاولمبي طبعا يا كابتن عمرو قبل ما تيجي طبعا طبعا كان الكلام كله احنا في المنتخب الاولمبي ان انا هروح نادي الزمالك تمام. الدكتور محمود سعد كان يعني مهتم جدا ان انا اكون في نادي الزمالك. فالدكتور مصطفى عبده اللي هو احمد بكر اتكلموا معايا واحنا في احد المعسكرات الخاصه بالمنتخب، قلت له طبعا اامل ان انا اكون في حاجه زي كده. في نفس الوقت دوت كان استاذ علي البحراوي الصحفي كان بيتكلم مع كابتن انور وكابتن صلاح، فكابتن انور طلبني ان انا اروح اقعد معاه. كابتن انور سلامه كان هو كابتن انور سلامه كان هو المدير الفني ساعتها في الوقت ده، كان في الفتره اللي كان فيها نادي الاهلي في تذبذب في المستوى والنادي الاهلي وصل رقم 6 في الجدول كان ساعتها مايكل ايفرت والكابتن انور جه كمل الفتره دي. ايوه كان مايكل ايفرت قبلها بالظبط كده. جيت وقعدت مع كابتن انور ما ناقشتش حاجه، قلت له يا كابتن انا موافق. كابتن هي مش محتاجه اختيار، مفيش هنمضي بكام وما فيهاش اختيار يا استاذ احمد، ما فيهاش اختيار خالص. دي ما فيهاش اختيار النادي الاهلي اي حد. احنا بنتكلم في التوقيت ده كان العقود تقريبا يعني بمئات الالاف، يعني رقم مليون ده كان رقم كبير قوي تقريبا صح في الوقت ده؟ لا ما كانش فيه الرقم ده خالص. اغلى واحد جه في تاريخ مصر في الوقت ده رضا عبد العال، كان رضا عبد العال 625,000. انا فاكر احنا بقى كنا بنتبادل من 50 ل 30 ل 20 كده. في الوقت دوت هو مش الست صور دي ما كانتش السبعه الصور دي مش هقول لك على حاجه. النادي الاهلي في الوقت دوت انت عايز تروح كيان. ايوه مش هتبص للماده. ما الماده هتيجي هتيجي. ايوه انت في كيان بيحقق بطولات، فانا هلعب في الكيان ده واحقق فهاخد، ما فيهاش كلام يعني. النادي الاهلي في الوقت ده كان كيان كبير وما زال الحمد لله لا كيان كبير من الوقت دوت كان بيستحوذ على كل البطولات في الوقت ده زي دلوقتي بالظبط. ايوه احنا في الوقت دوت كنا ما بنترددش، يعني جمال السيد ولا ابو الدهب ولا كمونه ولا نخله وانا ياسر ريان احمد فهمي كابتن حسام وكابتن ابراهيم لما رجعوا من نيو شاتل، كابتن مجدي طلبه كابتن رضا عبد العال فيليكس وليد صلاح لا كل دول ده النادي دول النادي احنا اللي جايين من بره. انت بتتكلم على جايين من بره عماره ياسر رضوان خلاص بقى انت كل واحد جاي دلوقتي احنا بنقول ايه؟ ابن من ابناء النادي الاهلي. ما بقولش التاريخ القديم، هو التاريخ القديم موجود بس بقول ابن من ابناء النادي الاهلي. صحيح. نبتدي من وادي دجله. نبدا من وادي دجله. ماتش امبارح كان بالنسبه لجماهير النادي الاهلي عكس التوقعات، يعني بعد العرض الاخير مع الاتحاد والحقيقه بعد مشوار اعتقد من استعاده كتير جدا من شخصيه النادي الاهلي في ماتشات سابقه، بعد طبعا ما بتخلص سيزون كسبان ثلاثيه وبتبتدي الماتشات السيزون الجديد تكسب بره ارضك في دوري ابطال افريقيا فرقه مش قد كده بس برضو عملت نتيجه ايجابيه بره ملعبك، عملت عروض قويه في الدوري علامه كامله، تيجي بتلعب وادي دجله عطلت. من وجهه نظرك عطلت ليه؟ اعرف الاول بس ليه الاهلي امبارح خسر نقطتين ولا الاهلي كسب نقطه؟ احنا مش هنتكلم زي ما الناس بتقول غيابات. النادي الاهلي كل اللعيبه المقيده نجوم تمام، مفيش حاجه اسمها مين جوه ومين بره مين مصاب. طبعا عدد المصابين اللي في النادي الاهلي ال11 ولا ال12 كتير قوي فرقة كتير قوي على فرقه قيدها كله 25 ولا 30. أي. انت دلوقتي موجود هقف بس معلش اصل انا مش عايز اغوص قوي في وادي دجله لانه انا معايا تليفون، انا عايزك تقول الو كده. الو الو يا مساء الفل تاخير عموره وحشتنا كتير عرفت كابتن خلاص ماهر. يا ابو حميد عموره عموره دي فكت الطلاسم على طول يا كابتن ماهر. اخبارك يا ابو حميد؟ منور الدنيا منور الدنيا. انت طيب يا حبيبي. وانت طيب كابتن ماهر وعمر منور الشاشه كل سنه طيب يا عمرو. ربنا يخليك يا كابتن ربنا يكرمك. طبعا جمهور الاهلي الحبيب كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب ان شاء الله. ده يعني لسه ما فيش من ثواني بسيطه جدا كابتن عمرو كنت بكلمه على ظروف انتقاله للنادي الاهلي وان هو كان بيلعب مدافع طول عمره ولا كان ابتدى في مركز ثاني، قال لي انا مثلا على كابتن ماهر همام وسبحان الله لما رحت النادي الاهلي يعني لعبت مع كابتن ماهر همام، كابتن ماهر همام كان بيدربني، فيعني فرصه اعتقد ان لطيفه جدا ان احنا نسمع صوتك كابتن ماهر. الله يخليك يا احمد الله يخليك، بمس على عمرو وكل سنه وتابع عمرو طبعا. احنا انا شرف ليا طبعا ان انا اتعامل مع عمرو مدرب وعمرو كان من اللعيبه المحترمين من المساكين الملتزمين يا احمد. ايوه يعني اخلاقيا واداء وسد عالي زي ما بيقولوا يعني حبيبي يا كابتن. الحاجات اللي في الهواء كان عمرو بيجيدها بشكل كبير جدا، وكان في الرقابه كمان بيجيد بشكل كبير جدا، ومن المساكين اللي فعلا
يعني فرقوا مع تيم النادي الاهلي، وهو ذكر كمان مجموعه يا احمد، مجموعه يعني مجموعه احترافيه بشكل كبير، يعني جيل عمرو جيل من الاجيال اللي ما تتكررش، يعني عارف التواصل بتاع الاجيال. أيوه. عمرو كان هو وجيله ومجموعه اللي ذكرها من اللعيبه طبعا المحترمين المميزين اللي كانوا في النادي الاهلي او منتخب. لا والحقيقه يمكن الجيل ده كمان كابتن ماهر بالاضافه لجيلكم طبعا، يعني وانتوا اساتذه ونجوم كبار جدا، انتوا جيل ذهبي الحقيقه. كان في مجموعه مدافعين ليهم تقول كده فورمولا معينه، ليهم معادله معينه تلاقيهم على اعلى مستوى، يعني الاسماء اللي ذكرها كابتن عمرو سواء كابتن كمونه كابتن ابو الدهب كلهم الحقيقه كانوا مستوى متميز جدا، وبيتميزوا كمان ان هم دايما تلاقيهم عندهم حس التهديف او التصويب من بعيد او التخليص بالراس، يعني كانوا الحقيقه الثلاثه على اعلى مستوى. كمان يا احمد عايز اقول لك ان هم شخصيه، كانوا شخصيه مؤثره بشكل كبير جدا في تيم النادي الاهلي في هذه المرحله. ايوه. وعايز اقول لك كمان ان اجسامهم كمان الجسمانيه، يعني عارف تقدر تقول ايه؟ دي استردباكات على الحق. ايوه. الطول والقوه والسرعه والرشاقه والمرونه. فالنهارده بنفتقد احنا الاجسام دي، ما شاء الله عمرو وابو الدهب وكمونه وكابتن جمال السيد معظمهم. عايز اقول لك حاجه يا احمد، معظمهم في الفتره دي كان ممكن يحترف في اوروبا. أيوه. يعني انت النهارده كمونه قدر ان هو يعني يهرب ويحترف في اوروبا، عمرو جات له فرصه كمان كان ممكن يطلع يحترف في اوروبا، ابو الدهب كمان. هو ابو الدهب احترف بشكل صحيح نمسا. في النمسا. كابتن ابو الدهب، واعتقد كابتن سمير راح كايزر سلاوتن. راح كايزر سلاوتن. فعايز اقول لك يا احمد ان هي ديت الاجسام اللي تخوف الفراوده. عارف الفرود هو عامل حسابه النهارده انا هعمل ايه مع عمرو، هعمل ايه مع كابونه، هعمل ايه مع ابو الدهب، هروح فين؟ واخد بالك؟ يمكن هو كان الوحيد الشاذ في المجموعه دي اقصرهم مشير، لكن برضك كان قوي. لا بس كابتن مشير كان بشكل كبير يعني. صحيح، كان يتعب اي مهاجم بيلعب عليه. طب اخد رايك بقى في ماتش امبارح سريعا كابتن ماهر كده، كنت لسه بتكلم مع كابتن عمرو. انا عايز اقول مباراه امبارح دي حاجه طبيعيه يا احمد هنشوفها، خد بالك خلوق في الظروف اللي حصلت، الاصابات اللي ضربت الفرقه والكورونا اللي اثرت على واخد بالك. ولكن عايز اقول لك ان موسيماني والاعاره اللي اتعملت من ولادنا اللي جم، اذا كان اكرم او اذا كان صلاح محسن او نيتفيت، عايز اقول لك ان دول دكه يعتمد عليها بشكل كبير طبعا. يعني احنا مش عايزين نقلل من قيمه ولادنا دول، لا خالص دول خالص. طب خليني احط الكلام جاي بشكل كبير ومؤثر بشكل كبير. صحيح. في 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 تيم النادي الاهلي وادائه اكيد. وعايز اقول لك كمان ان احنا باد لك الفرص اللي ضاعت طبعا، اذا كانت من معلول او من يانج او من بنون. يعني بدر مضيع كره برضو، محسن حسين الشحات، فلو في واحده منهم جت كانت هتفرق بشكل كبير جدا في اداء النادي. صحيح صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما سعداء سواء برؤيتك او بسماع صوتك كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي. طبعا شكرا جزيلا على المداخله. وخليني ارجع لكابتن عمرو، كنا بنتكلم على ماتش وادي دجله، والموضوع مش موضوع يعني انا مش واعتقد ان معظم جماهير النادي الاهلي طبعا هنزعل على النقطتين، بس مش ده همنا الاساسي يا كابتن عمرو. يعني انا كنت بتكلم انه انت عندك قبل ماتشات، ويا ريت زمايلنا ينزلوا لنا كده ماتشات الاهلي اللي فاضله ان شاء الله قبل ما نسافر عشان نلعب سوبر افريقيا. انا كنت بقول انه شهر يا ماتشات يناير دي فرصه كويسه، مش بس عشان تكسب الثلاثه بوينت، عشان تجهز نفسك انت رايح لمعركه عنيفه. يعني انا هسال حضرتك سؤال بسيط قوي، يعني النادي الاهلي في مباراه الاتحاد كل الناس كانت متوقعه وحاطه ايدها على قلبها من مباراه الكاس. مظبوط. كويس قوي. اول لما حصل السكور قلنا هو ده النادي الاهلي. هو طبيعي ده يحصل، والكابتن ماهر يمكن اكد الكلام اهو، طبيعي الاصابات والغيابات. احنا بنقول النادي الاهلي بكل اللعيبه المقيده فيه هم بينتموا لنجوميه النادي الاهلي. مفيش حد هنقدر نقول ان فرقه وادي دجله، يمكن النادي الاهلي كان الحاجه الوحيده امبارح اللي فيها يعني ضعف بسيط او تراخي بسيط. هو الضغط. يعني فرقه وادي دجله امبارح كانت بتستحوذ دي بتستحوذ بسهوله جدا. معلش هنرجع لوادي دجله. ده دي الماتشات كابتن عمرو، عشان برضو الاهلي هيلعب يوم الثلاث. بالظبط، الاهلي هيلعب الثلاث الجاي، دي ماتشاتنا اللي فاضله ان شاء الله قبل ما نسافر
نلعب سوبر افريقيا. كويس. لعبنا خلاص اول ماتش في يناير مع دجله، عندنا الماتش يوم الثلاثاء اللي جاي ماتش العوده مع سوني داب، وقلت دي فرصه كويسه جدا ونتكلم عليها. طبعا. عندنا بعد كده ماتش اعتقد مهم جدا مع سيراميكا كليوباترا. يا جماعه اسمها كليوباترا، لا اسمها كليوباترا ولا كليوباترا. كليوباترا. ومعانا بعد كده ده الجمعه 8/1، يعني ماتش بعد ماتش سوني داب بثلاث ايام على طول، وبعد كده تلعب يوم الجمعه 15 مع الانتاج. دي الماتشات اللي فاضله لك. المسافات ما بينهم ماتش افريقيا ثلاث ايام مظبوط مع سيراميكا مظبوط، اسبوع بعد كده اسبوع مع فرقه الانتاج. هيخدمنا الوقت هنا بتهيألي في عوده اللعيبه اللي كانت بعيده سواء ان شاء الله يكون في يوم الثلاث اللعيبه تكون موجوده. أيوة. يعني جزء كبير منها يكون موجود. بص يا ابو حميد، الفتره اللي احنا فيها النادي الاهلي بيتكلم عن مستوى النادي الاهلي، انا لسه بقول لك. أيوة. حته الضغط واستحواذ فرقه وادي دجله، انت حسيت ان النادي الاهلي مش موجود او النادي الاهلي بعيد شويه عن الفورمه اللي احنا متعودين عليها، عن كوره النادي الاهلي بالظبط. بس انت بتقول نقول عبد المنصف يعني فوق الهايل. طبعا شابو. طبعا طبعا. سبع كور لو واحده فيهم ما هي بثلاثه بونت، اثنين فيهم بثلاثه بونت، وليد او صلاح محسن او احمد ياسر او بانون او علي معلول ايا كان. احنا ليه تملي؟ احنا تملي ما ده رد الفعل بقى اللي ظهر فيه عبد المنصف بالتالق. أيوة. بسم الله ما شاء الله. احنا بنقول دلوقتي هو النادي الاهلي ليه كل الناس بتبص له اول ما يفقد بونت؟ ليه؟ احنا بنقول هو النادي الاهلي، هو نادي البطولات، هو الناس لازم يعني احنا هنحكي زي ما الناس كلها بتحكي وبتتوقع، والناس كلها استنتاجها للمباراه ضربه الجزاء بتاعت بيكهام. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ده احنا شفنا ماتشات في اوروبا الحكم صفر بين الشوطين وخرج ورجع عمل ضربه الجزاء. زي ماتش الانتاج دقيقه وعمل ضربه الجزاء في الشوط الاول وتعادل 1-1 في ماتش بيراميدز. ايه المشكله ان انا اتراجع في دي؟ ايه المشكله ان انا يبقى عندي رؤيه واثنين وثلاثه ارجع للفار عشان اتاكد منها؟ مش محتاجه ده. يعني لا والله انا احنا هنتكلم عليها، احنا مش هنتكلم عليها نقول احنا جايبين فار وهنتفرج، احنا شايفينها، ما هي مش محتاجه. انت عملت عليها زوم دلوقتي وتاكدت. من انا قلت من الشد. الكره دي لو في 10 حكام شافوها تسعه منهم يحسبوها ضرب الجزاء. لا لو ال10 يبقى في 11، ليه هنبقوا تسعه؟ ما هي باينه مش محتاجه. ما هي دي غيرت اتجاه احمد خالص. يعني خلى التوازن وافقدته توازنه. طبعا اللعيب بيجري بسرعته، الراجل رايح للجون. ايوه ايوه ايوه. فاحنا مش هنعلق بمناسبه الكلام عن اصلا، انا سمعت ناس بتقول دي شده خفيفه. اللعيب لما بيبقى بيجري واخد سرعته اللمسه يعني انا لو ريحت بس كتفي عليه كده فقد توازنه على طول، فهنا ما لهاش علاقه بشده صغيره ولا شده كبيره. وكره وليد سليمان في شوط الاول ضربه جزاء بعد ما روغ مدافع دجله. هي فاول من بره ال 18. نقول الحق برده ربنا كويس. عشان هي فاول من بره ال 18 مجرد ان انا احتكيت بجسم المهاجم والكره اللي عدت. أيوة. بقت مشكله. صحيح. بقت فاول. مفيهاش بقى صغيره وشده كبيره، مفيهاش صغيره ولا كبيره، مفيهاش فاول صغير وفي فاول كبير. يعني هي طب انا ممكن يا فاول يا مش فاول. ممكن امسك والكره ثابته وراقب والكره ثابته، واول لما بيحصل تعامل مع الكره بسيب. ايوه. مش هفضل ماسك. صح. احنا كابتن مهدي بيقول لنا كده. ايوه. امسك مان ويحس بنفسي معاه، واول ما تترفع خلاص انت بتبعد وتاخد الخطوات بتاعت لو هو ابتدى يتحرك وانت لسه ماسكه خلاص ما ينفعش، يبقى عاقه على طول. في بقى احنا بنقول عليها في مسند، كان الكابتن انور يقول لنا والكابتن ماهر. في ايه يا كابتن؟ مسند ايدينا. الرؤيه مجرد ان انا حطيتها على المهاجم انا عارف تحركاته. تمام. هي مصدر الاشاره بالنسبه لي. هو بيتحرك قدامي يمين ولا شمال. دي مهمه قوي. النادي الاهلي بادائه بروفا هايله لمباراه الثلاث. ايوه. مستني. طب نروح لماتش الثلاث، يعني مش عايز اتكلم كتير على دجله. لا خلاص دجله. طيب. بكل حاجته عدى البونت، هو مكسب مش خساره. أيوة. وفي نفس الوقت استعادت مستوى لعيبه النادي الاهلي وفكر لموسيماني من اللعيبه اللي موجوده بره على الدكه وصلوا لغايه ايه وراحوا لفين عشان يبقى عارف كل واحد في غياراته هوصل بكل لاعب اوظفه ازاي. لازم اروح لفاصل، نروح لفاصل بسرعه. ماشي. ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عمرو الحديدي ونشوف الاهلي هيعمل ايه في ماتش طبعا سوني داب، مواجهه مش سهله بس اعتقد انها تجربه لابد ان احنا نستفيد بيها اقصى استفاده ممكنه. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. والله احنا قلنا شويه كلام يعني درر في الفاصل. خلينا نبتدي مع حضراتكم الكلام على سوني ديب. بالتاكيد في دماغ مستر موسيماني يعني كل ماتش
هيلعبوا الاهلي في الفتره اللي جايه، واحنا عرضنا لحضراتكم جدول ماتشات الاهلي سواء في بطوله افريقيا مع سوني دوب يوم الثلاث او في دوري المحلي مع سيراميكا والانتاج. هيكون في عقل وفي راس الجهاز الفني وعينيهم محطوطه على ماتش سوبر افريقيا مع نهضه بركان في اخر الشهر، وطبعا الاستعداد والتحضير لكاس العالم للانديه. هرجع لكابتن عمرو الحديدي اللي بعد ما برحب بيه طبعا مره ثانيه، اهلا وسهلا بحضرتك على الهواء. كنا بنتكلم يمكن وخدنا الكلام في الفاصل على ماتش السوني ده، شايف انه ايه المطلوب؟ يعني بالتاكيد الحاجه المحسومه ان احنا نتاهل، وده اعتقد الاهلي قطع فيه شوط كبير جدا، لكن ازاي احقق اكبر استفاده ممكنه من مواجهه سوني ديب بطل النايجر؟ بص اقول لك على حاجه، يعني الماتش الاولاني خلص بالمشهد الاولاني 1-0 هناك. ايوه. ان شاء الله المكسب حليف النادي الاهلي في الفتره اللي جايه يوم الثلاث. الراجل دلوقتي يا جماعه في حيره، الراجل دلوقتي عنده ثلاث ماتشات، عايز يخرج منهم بمين اللي هيمثل النادي الاهلي ال 11 اللي هيلعبوا ماتش نهضه بركان. وفي نفس الوقت بيبقى عيني على اعمده اساسيه في فرقه النادي الاهلي عشان كاس العالم للانديه. في ناس الراجل مش قادر يغيرها. طيب. يا ابو حميد في ناس النادي الاهلي مش قادر يغيرها، مثلا مستر موسيماني مش قادر يغير علي معلول. مش قادر يغير علي معلول، مش قادر يغير ايمن اشرف. ما انا ممكن ابقى محتاجه، مش قادر يغير الشناوي. في كم مركز محسوم من وجهه نظرك في النادي الاهلي؟ يعني في كم مركز تحطهم دول ما فهمش كلام وبعد كده نتكلم؟ يعني مش اقل من سبع اماكن في الملعب. سبع اماكن في الملعب. الشناوي، محمد هاني، علي معلول، ايمن اشرف، بدر خلاص دخل وبقت التنافس دلوقتي بيبقى قريب في حاله رجوع رامي او سعد او ياسر ابراهيم. عندك ديانج وحمدي والسوليه. انت في حيره، الثلاثه احسن من واكرم بصراحه. واكرم الضاف جاي، انا معاكوا رابع، لا ده انا معاكوا اول مش رابع. التحام وتهديف دي حاجات مهمه قوي. طبعا حته الفيرويد دي هي رقم 10 اللي عامله بروباجندا حوالين النادي الاهلي. وارتور بواليا في الفتره اللي جايه دي مطلوب منه كتير. ايه رايك في صفقه والتر بواليا؟ طبعا صفقه ناجحه، احنا شفناه وهو في الجونه شكله عامل ازاي وامكانياته عامله ازاي. عمر النادي الاهلي يا ابو حميد ما هيبص اللاعب الا لما يكون امكانياته اكتملت ان النادي الاهلي يجيبه ويضمه للكيان بتاعه. معاك جدا، بس انا مختلف في حاجه، لانه اوقات كتير جدا انت عارف يمكن احب اقول الجمله دي كتير، يعني وده الحاجه الوحيده متخوف منها، يعني اتمنى انه يواصل مشوار التالق مع النادي الاهلي. وهو الحقيقه كمقاتل يعني مهاجم انا شايفه لعيب كويس جدا، بس انت عارف ان في لعيبه بتبقى متعلقه جدا في فرقتها وتحس انه سوبر ستار، بس ما بيجي الاهلي ما اعرفش التيشيرت تبقى تقيله، الناحيه النفسيه، الانسجام، فكره ثقافه البطولات. يعني مليون في الميه يا ابو حميد، مليون في الميه. وهو جاي النادي الاهلي وبيمضي مع امير توفيق، 90% حسام غالي عرفه هو مين النادي الاهلي. رضا شحاته عرفه مين النادي الاهلي. يا جماعه دول عمودين من اعمده النادي الاهلي، اذا كان كابتن حسام ولا اذا كان الكابتن رضا، الناس دي موجوده. هو جاي هو عارف النادي الاهلي ده ايه ومطلوب منه ايه والمفروض يضيف للنادي الايه. هقول لك على حاجه، بكل المقاييس بواليا افضل من بادجي، هتلاقي في الحته دي افضل بكتير واكتر من جيراردو. هتلاقي يعني في نسب وتناسب، امكانيات الراجب وارقامه، امكانيات الفيرود ده وارقامه واحصائياته اللي عملها مع الجونه تضيف له كتير قوي. هل كل الباقيين دول لما جيت جبتهم او فكرت ان انا اتعاقد معاهم ما كنتش شايف امكانياتهم؟ لا كنت شايف امكانياتهم. محتاج تدعم بصفقه ثانيه جنب ولتر بواليا قبل طبعًا كاس العالم؟ طبعا. محتاج. وهقول لك على حاجه، احنا النادي الاهلي صبر على فلافيو سنه ونص. مانويل جوزيه وصل مع الراجل ده ان احنا ما كناش بنقول ان فيرويد مش بيجيب جون، جاب جون بالصدفه في ماتش المحله. بعد كده بقى فيرويد النادي الاهلي جنب عماد متعب الذي لن يتكرر. فيرويد بمعنى الكلمه واحد من اكتر الصفقات الافريقيه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي نجاحا. احنا هنصبر وهنشوف، ويمكن الراجل هادي عارف هو بياخد ايه. موسيماني تقصد؟ عارف هو بياخد ايه من اللعيبه بتاعته، عارف هو هيطلع ايه من لعيبته، عارف هو بيدافع عن لعيبته ازاي، وبينشط لعيبته لو في نقد. النقد بناء مش هدام. يمكن في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم عن صلاح محسن على حته معينه، صلاح مواليد 98، المفروض اللي الراجل بيديهوله اي اجنبي ايامنا احنا كنا بقى مستغربين جدا ان الاجنبي ما بيقعدش معانا. مستر موسيماني بيقعد مع كل لعيب في النادي الاهلي بيشرح له هيشتغل معاه ازاي، المفروض منك تعمل ايه، المفروض مطلوب منك ايه تعمله للنادي الاهلي. يعني انا بقول للعيبه النادي الاهلي كلها،
الكيان اللي انت موجود فيه دلوقتي اهتم وضيف لنفسك بطولات مش هتتكرر تاني، عدد بطولات في مده زمنيه بسيطه فوق الهيله، تاريخ هيتعمل لك وانت في جوه النادي الاهلي احسن من اي نادي تاني. لو انت كرمتني انا عن نفسي هقول لك احسن من اي نادي في اوروبا، احسن من اي نادي في العالم. حب وانتماء لي ده شيء مش داخل جوه فكري، لا ده جوه مشاعري واحساسي. النادي الاهلي ده كيان تاني خالص، يا ريت نرجع نلعب تاني مفهوم في الظروف ده. وحتى اللعيبه اللي يعني ممكن تجي لها فرصه الاحتراف مفيش مانع نقول الاهلي ما اعتقدش عمره وقف في طريق لعيب في طريق حد يلعب في برشلونه ويلعب في مان سيتي ويلعب في الريال ويلعب في بارسا. انت النادي الوحيد بس هتفضل اللي ممثل انت النادي الوحيد اللي ممثل للانديه العربيه في بطوله العالم للانديه. أيه. رايح لكذا مره، رحت وعرفت الناس بيك، مره لعبت ضد برشلونه ومره لعبت ضد فلان وفلان، لعبت مع اسماء كبيره. اللي جاي ده امل لكل لاعب موجود في النادي الاهلي، حافظ عليه ويعني اعمل كل ما في وسعك انك توصل للعالميه والنادي الاهلي ما بيعترضش في الحته دي. هو اللي احنا بنقوله بقى، وده كان بدايه كلامي مع حضرتك، انه انا مدرك تماما انه انا ابقى بلعب في النادي الاهلي ده حلم كبير جدا، لكن انا بلعب في الاهلي بطل الثلاثيه ورايح اخر الشهر ده العب في بطوله كل لعبة كره القدم في مصر تتمنى تلعب فيها الا وهي كاس العالم للانديه. اغتنم الفرصه، هو ده اللي احنا هو ده كان بدايه الكلام الحقيقه. ما كانش المضايقه من نقطتين ضعف في مشوار الدوري، لانه ده وارد وبيحصل، ده لسه بدري، ده لسه الاسبوع الرابع، لسه بدري، مش ممكن مفيش فرقه في اي دوري في العالم تكسب بكل ماتشات بتلعب ده، فده وارد. لكن هو اللي امبارح كان مقلق شويه زي ما بقول لحضرتك، انه احنا داخلين على كاس عالم فعايزين نشوف الفرقه. ما ينفعش النادي الاهلي يظهر بالمستوى دوت قصاد بطوله العالم للانديه، بس هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. بس احنا فيه. احنا طول عمرنا النادي الاهلي اما بيتحط تحت ضغط بيظهر الابداع. هو نادي الابداع في الحته دي. ياما ايام اقول لك على حاجه، ايام مستر هولمان كنا رايحين بطوله نعمل فتره الاعداد في دوسندورف في المانيا واحنا موجودين لعبنا هامبورج. ايوه. فالراجل دخل بين الشوطين قبل الماتش قال لنا يا جماعه لو خسرتوا 4-5 ما تزعلوش. احنا زعلنا واحنا قاعدين في الاوضه، ايه اللي هو بيقوله ده؟ ازاي كابتن يعني؟ محسن طنطاوي ازاي هو بيقول كده؟ الشوط الاول 2-0 لينا. فيليكس وكشري. انت متخيل؟ ايوه. تالت الدوري الالماني واحنا اللي بننصب السيرك واحنا اللي بنادي واحنا اللي مستحوذين على كل حاجه. الكابتن رضا كان بيجريهم وراه بدون مبالغه، كانت نجوم في منتخب المانيا بتلعب في الماتش ده. الكابتن رضا كان بيجريهم، كنا بنتفرج زينا زي الناس اللي بره. هو ده النادي الاهلي. بس احنا متعودين منك في كل وقت في ضغوط ماتشات دوري ماتشات كاس ماتشات افريقيا عايزين المكسب وبس. مكسب 3 بونت، اداء، استحواذ، سيرك. ايه اللي حصل امبارح مش عايز تشوفه في ماتش سوني ديرب؟ النادي الاهلي روح الفرنه الحمراء امبارح ما كانتش موجوده. روح الفرنه الحمراء في الاداء ما كانتش موجوده. الضغط اللي النادي الاهلي بيعمله وعلم الفرق كلها ازاي ما كانش موجود. انت اديت للفرقه الاستحواذ والنقل، انت ما كنتش حاسس ان يعني عشان بينقلوا وهم مش قلقانين. ما ننقص حق وادي دجله امبارح برضو، الولاد عندهم كوره بصراحه يعني. شفنا فرقه يعني وادي دجله لو بتلعب الدوري كله زي ما كانت بتلعب قدام الاهلي امبارح، الفرقه دي ممكن اشوفها في حته ثانيه خالص بصراحه. بس هل هتلعب قصاد النادي الاهلي في جميع ماتشاتها زي ده؟ لا، ما هو ده السؤال. هو ده السؤال بقى. هنرجع تاني لنفس الكلمه. هل كل الفرق بتأدي قدام النادي الاهلي كده؟ برضه يا كابتن عمرو انت بتلاعب بطل افريقيا و 80 من 90 مليون بيتفرجوا عليك، فطبيعي جدا عايز تطلع كل اللي عندك وعايز تقول وعلى انا عسى ان انا اكون موجود عشان عشان مجلس اداره النادي الاهلي يشوف لاعب كويس يقول لهم هناخده. ما دي بتحصل كده. انت النادي الاهلي بيشتري اللعيب ازاي؟ من امكانياته بعد ما بيتابعه فتره معينه بيقول لك امكانياته ثابته لازم يجي. تمام. هو ده النادي الاهلي. في الوقت دوت احنا بنقول مش هنقعد نضعف من امكانياتنا ونشوه فرحتنا بالثلاث بطولات والرابعه جايه والخامسه جايه، لا. قفلنا الصفحه على مباراه الجونه، بنتفرج على المباراه الجيده بطل النيجر، بنفكر بعد كده في مباراه سيراميكا والانتاج. أي. بعد كده نروح واحده واحده ناخد المشهد جمله جمله. مش هناخد المشهد مره واحده تتقال في جمله واحده، لا. احنا عندنا اول حاجه بنفكر في افريقيا وبنفكر في الدوري وبعدها بنفكر في بطوله العالم للانديه وسوبر افريقيا برضه. ما انا هو لسه بقول لك عندنا بطولتين جايين. أي. السوبر والسوبر المصري، عندك بطولتين مش بطوله واحده. بعد كده عندك بطوله العالم للانديه. رايح حته تانيه.
هو كمان في تدرج، يعني انت هتسخن ببطوله سوبر افريقي وهتلعب. انا كنت بقول في بدايه الحلقه انه نهضه بركان، انا شايف يعني انه نهضه بركان يمكن يكون مش فريق ليه سمعه كبيره قوي في افريقيا ولا من فرق القمه اللي احنا عارفينهم، وعادي حارب ان المباراه ما تتلعبش في مصر، لكن انا شايف الفرقه دي فرقه محترمه جدا، والماتش ده مش هيكون ماتش سهل على الاطلاق. بص النادي الاهلي عارف كويس قوي ملوش دعوه بالمهاترات اللي بتتقال حوالين الاعلام في الحته دي، فرقه قليله وفرقه ضعيفه وفرقه كتيره، لا النادي الاهلي بيتعامل مع المباراه باسلوب راقي شويه، عارف ان ده ماتش من مشهد واحد، بطوله بتنتهي في 90 دقيقه مش هيوصلها حتى لضربات الجزاء. نتمنى طبعا. النادي الاهلي عارف هو رايح البطوله دي ازاي، وهيفرح شعب مصر اولا وجمهور النادي الاهلي ثانيا ببطوله هتضاف لدولاب النادي الاهلي. طيب وعندك بطوله تانية، خمس بطولات قبل بطوله العالم للانديه. ابو حميد اللي بيبقى موجود في فتره النادي الاهلي اللي ما بكملش سنه خد خمس بطولات للنادي الاهلي في نص موسم، في نص موسم ايه؟ في 60 يوم، في شهرين. شهرين هاخد خمس بطولات في شهرين واروح العب امثل مصر في بطوله العالم للانديه. ايوه طيب مش محتاجه، هي محتاجه بس الروح وازاي نخاف على بعض وازاي نضغط وازاي نستحوذ وازاي الثلاثه بونت دول ما يخرجوش وازاي ما نسيبش اي حد يعلق على النادي الاهلي، اصل ده جاب صفقه، اصل ده كويس ولا وحش، اصل امكانيات ده مذبذبه، اصل ده مستواه ضعف او مستواه اقل. لا النادي الاهلي لما بيكسب بيخرس كل الالسنه كويس. صحيح، واللعيبه جوه النادي الاهلي وثقافه النادي الاهلي ودي مدرسه برضو، يعني بعيدا عن البطولات عشان برضو يعني حضراتكم تقيسوا، انا مش هذكر اسماء، كابتن عمرو عايز يذكر اسماء، لكن حاله الانضباط وحاله التركيز في دورك فقط لا غير دي مدرسه النادي الاهلي، وثقافه اي لعيب بيلبس تيشيرت نادي الاهلي، عشان بيحصل مقارنات كتيره جدا انه ممكن لعيب يبقى مشاغب مشاكس بتاع مشاكل ليه حركات هنا ليه حركات، لكن لما بيجي النادي الاهلي لا قصه غير، اللعيب هتلاقي فيه مش ده اللي كان كل الاعلام بيتكلم فيه عن كهربا مثلا على سبيل المثال، اهو كهربا اهو هو ابن النادي الاهلي بمناسبه كهربا في التصويت احسن واحد يا جماعه بالزبط. عن شهر ديسمبر أيوه. ولسه عند كهربا كتير، كهربا عمل ثلاث حاجات موعظه للناس كلها، وصل الناس في مباراه من مباريات كره عمرو السوليه، ما وصلش الاعلام ولا الصحافه تكتب ان في فجوه حصلت ما بين عمرو وما بين محمد شريف في وقتها خلصت، اما جاب جون الماتش اللي فات نسب الهدف لطاهر، طاهر محمد طاهر، هي كده هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. انا طالب طلب واحد بس يا استاذ احمد، ده مهم قوي، اتفضل. اكتر واحد ياثر في لعيبه النادي الاهلي لو اجتمع معاهم نفسي هو كابتن محمود الخطيب. بس كابتن محمود الخطيب مش سايب الفرقه ابدا. لا مش قصدي مش قصدي مش بقول سايب كابتن الخطيب، في ناس معينه في الفرقه لازم يتقعد معاها فردي ونفسي، اولهم حسين الشحات. من حبنا ليه بنقول له انت جيت النادي الاهلي فرجتنا كل حاجه حلوه، وريتنا كل شيء جميل لحسين الشحات اللي انضم للنادي الاهلي. احنا مش عارفين في ايه، حسين عنده قد كده 100 مره واكتر من كده، وورانا ده، يعني مش مثلا هقول مثلا بنتفرج على بروفا لحسين لسه جاي، لا عنده الامكانيات دي اللي شفناه في ماتش الوداد وفي مباراه الزمالك وفي مباريات كلها وفي ماتش الاتحاد الاخراني نزل كسر الدنيا. هو حسين ايوه حسين وكابتن محمود قفشه وكابتن محمود طاهر وكابتن محمود، شوف هتلاقي كابتن محمود رقم واحد هو اللي عنده المفتاح والكاريزما والحب وكل حاجه حلوه للنادي الاهلي، وانت قاعد معاه هتلاقي نفسك انت بتقولها، هتلاقي نفسك انت بتعملها، هتلاقي نفسك انت مش محتاج انك تقول عليها اي كلمه غير ان النادي الاهلي يعني بص 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 الروح بص الروح يعني حسين من حبنا ليه. لا وفي ماتش الاتحاد الاخراني احنا مش هنروح بعيد اكتر من كده، الاتحاد كان عامل جون عالمي وعامل اسيست عالمي يعني الحقيقه، وماتش الوداد هو حد ينسى الجون بتاعه في الوداد في ماتش العودة. كل مصر اتكلمت ان حسين صفقه النادي الاهلي التي لم تتكرر. بص هو ده حسين الشحات. ايوه احنا شفنا وشهاده ميلاد حسين كلنا جماهير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي مضت عليها ان احنا عايزين الراجل ده يكون موجود. حسين هو يقعد مع نفسه، وبطلب رجاء من مكاني هنا في قناه النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب مع حسين موضوع منتهي.
هتشوف واحد تاني خالص. انا متاكد من اللي انا بقوله. عملها مع ناس كتير قوي. عملها معانا في مباراه الاسماعيلي 4-3. انا وابو الدهب وجمال في الاوضه. عملها مع بركات، عملها مع بوتريكا. حاله الشحن تقصد يا كابتن عمرو؟ هو عنده حاجه هو عنده حاجه بتوصل للعيبه غريبه. يعني الراجل ده عنده كاريزما مختلفه عن اي شخصيه موجوده في كيان النادي الاهلي او في مصر. بس في فرق بين لعيب ممكن يبقى مش موفق بلغه الكوره، يعني مش يومه، الكوره بتبقى مش مطوعاه، وفي فرق بين لعيب تاني. وعلى فكره ممكن مرحله عدم التوفيق دي ما تبقاش ماتش واحد، تبقى ماتش واثنين وثلاثه. وفي فرق بين لعيب تاني ممكن يبقى فيه تذبذب مش مفهوم في مستواه، بمعنى ان انا اشوفه في ماتش اعلى مستوى، ماتش مستوى عادي جدا، ماتش مستوى سيء، ماتش بعديه مستوى عالي جدا. انت لسه بتقول ايه؟ ماتش يعني الاتحاد حسين كان هنا. ايوه. ماتش الجونه قل عن المستوى اللي شفناه في الاتحاد. الوادي دجله قصدي. وادي دجله. يبقى انا في الوقت ده ما خليش الماتش التاني يجي. بطل النيجر او ماتش سيراميكا او ماتش الانتاج، لا. اقف ستوب واقعد مع حسين اتكلم معاه. ستوب واقعد مع ايا كان الاسم، ايه المشكله؟ في ايه؟ وفي واحد حاطط لنفسه خط بمشي عليه وبزيد، بس ما ينفعش اقل. ايوه. على كل الاحوال خلينا برضو عشان تبقى الامور في نصابها الصحيح، عادي جدا انك انت تقع منك نقطه او اتنين، ومفيش فرقه بتكسب طول الوقت في العالم كله، مش بتكلم بس على الاهلي او في مصر. الاهم ان احنا ناخد من ماتش امبارح، وكانت ظروف صعبه متفقين، غاب التوفيق عن التحكيم وكان الى حد كبير مؤثر في النتيجه تخلص بالشكل ده من التعادل. تالق يعني مش عايز اقول غير طبيعي لمحمد عبد المنصف، لكن الحقيقه كان مؤدي مباراه وجيم هايل جدا، وشال اكتر من كوره تعتبر هدف مؤكد. يعني كل الظروف ما كانتش في صالحنا، لكن اهم من ده وده اللي احنا نبص عليه ان في دروس مستفاده، والاهم هو اللي جاي. واعتقد البدايه من سوني ديب، عندنا ثلاث ماتشات مهمه جدا قبل، وبالمناسبه معلومه انه كاس العالم للانديه هيسبقه باسبوع اقامه مباراه سوبر، حتى اللحظه يمكن مش مؤكده، لكن ما تم اعلانه مؤخرا انها هتكون في نهايه شهر يناير قبل بدايه كاس العالم للانديه. لكن في مقترح ثاني انه تم التعديل، انه يتم لعب مباراه سوبر افريقيا بعد كاس العالم في نهايه فبراير. ايه هو السيناريو اللي هيتم؟ حتى اللحظه ما فيش حاجه مؤكده، لكن في جميع الاحوال بطولتين مهمين جدا، واعتقد انه في زي ما كان كابتن عمرو بيقول في خلال فتره بسيطه جدا حلم لاي لعيب كوره ان هو يشارك في كاس عالم الانديه، وحلم طبعا بالتاكيد انه يرفع سوبر افريقيا، بطوله اعتقد رفعها النادي الاهلي 6 مرات قبل كده، 6 نسخ حققها النادي الاهلي. كل التوفيق. رساله لرجاله الاهلي قبل ماتش سوني ديب كابتن عمرو. يعني اقول للعيبه النادي الاهلي، انتوا اللي فرحتونا بالدوري العام، وانتوا اللي فرحتونا بكاس افريقيا، وانتوا اللي فرحتونا بكاس مصر، وانتوا اللي لسه هتفرحونا بالسوبر الافريقي او السوبر العربي، وانتوا اللي هتفرحونا بتمثيل المشرف للكره المصريه والعربيه والافريقيه في بطوله العام للانديه. مطلوب منكم كتير عشان انتوا اللي عودتونا على كده. النادي الاهلي نادي فرحه وابداع المصريين، هو مش هيشتغل عليه غير كده. النادي الاهلي نادي فرحه وابداع وفرحه المصريين. كل واحد فيكم روح النادي الاهلي دي مهمه جدا، قبل ما تنزل تسخن تبقى عارف ان فرقه النادي الاهلي دي هروح مختلفه عن كل الارواح اللي بتتعامل معاها. التتويج ليكوا وللكيان. لو انت بصيت للكيان كاسم النادي الاهلي، عنده يعني مش لاقي مكان يحط فيه البطولات دي، مش لاقي مكان يحط فيه البطولات دي. انت بقى في مده زمنيه بسيطه بتحقق لنفسك تارجت معين من عدد بطولات في مده زمنيه ما تتعداش شهرين. فكر كويس، فكر النادي الاهلي ده امله، فكر المكان انت بتلعب فيه ده يتمناه اي حد. صحيح. امسك فيه وما تسيبوش الا لما تكون منتهي ان النادي الاهلي يقول لك انا مش محتاجك، او انت بتحترف بره برضه النادي الاهلي مش محتاجك، بيقول لك بالتوفيق في المكان اللي انت رايحه. صحيح. ما تسيبش حقك عشان النادي الاهلي مش مقصر معاك في اي حاجه، موفر لك كل شيء. نورتنا وشرفتنا ان شاء الله. ربنا يخليك، كل التوفيق لنجوم النادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا كابتن عمرو حماده. ربنا يخليك، اتمنى نشوفك دايما ان شاء الله حبيبي. ربنا يكرمك. شكرا ان شاء الله. بالتاكيد بكره نقابل حضراتكم في حلقه جديده. تحياتي لكل اللي تابعونا النهارده، ونقابل حضراتكم بكره والسادسه.